حلقة اليوم غدا تكون عجيبة وغريبة وغاية في الغرابة. واحد الصياد على قد الحال والفلوكة تاعو تهي على قد الحال، توظف في المحيط الهادي كتر من عام، لا حنين لا حين من غير الله سبحانه وتعالى. كتر من عام ما عندوش الماء، ما عندوش الماكلة، ما عندوش الحوج الكافين باش يتغطى على الشا، على الشمس، على البرد. تكرفص ديال بصح، ولكن السؤال مطروح، كيفاش عاش وقدر يبقى حي هاد المدة كاملة وسط البحر؟ وشنا هي الأحداث والوقائع اللي وقعت ليه وسط البحر هاد المدة كاملة؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه. غير تابوناو معانا وخلي واحد كومنتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وواحد لايك. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك سميع. معكم سفيان سميع. الرجل اللي كنتكلموا عليه اليوم هو الصياد المكسيكي خوسي سالفادور اللي توظف وسط المحيط الهادي لمدة 438 يوم، وهي أطول مدة قدر يتوظف فيها شو واحد وسط المحيط، يعني دوز عام وثلاثة أشهر ويومين وسط البحر. خوسي سالفادور نهار 17 نوفمبر 2012 قرر انه يخرج للصيد هو والصديق ديالو على اساس انهم غادي يخدموا واحد 30 ساعه ويرجعوا في حالاتهم. وعلاش اختاروا هذا النهار بالضبط؟ لحقاش كانت الاحوال الجويه ماشي تلهي، وكانوا جميع البطوات داخلين الميناء، يعني الحوت قليل في السوق، وهذه هي الفرصه تاعهم باش يضربوا الضربه ديالهم. قالوا اجي نستغلوا الفرصه ونخرجوا نصيدوا واحد 30 ساعه ونرجعوا في حالاتنا ونريحوا واحد سيمانه عايشين بخير وعلى خير. في ديك الليلة خرجوا من ميناء مدينة كوستا أزول المكسيكية اللي متواجدة على السواحل ديال المحيط الهادي. الباطو ديالهم على قد الحال، ما كيتجاوز الطول ديالو 7 متر، وموتور صغير، زايد انه ما مغطيش من الفوق، زايد عندهم غير واحد الثلاجة كيخبيو فيها الحوت. يعني الباطو ما فيش واحد الامكانيات المتطورة بشكل كبير اللي تقدر تخليه انه يبقى واحد المدة طويلة وسط البحر. كما قلنا قرروا انهم يستغلوا الفرصه ويدخلوا للبحر ويصيدوا الحوت. دخلوا تقريبا 120 كيلومتر في عمق المحيط الهادي. وفي ديك الليله مع الوحده الليل جاتهم واحد العاصفه خطيره كانت غادا تغرقهم، ومن قوه الخلعه ديالهم بداو كيلوحوا اي حاجه ثقيله عندهم في الباطو بداو كيلوحوها في البحر. لاحوا الشباكي، لاحوا الحوت، حتى من واحد الثلاجه كانوا كيحطوا فيها الحوت حتى هي لاحوها، اي حاجه ثقيله لاحوها. وبقاو مقاتلين الليل كامل باش يرجعوا للسواحل المكسيكيه اللي كتفصلهم عليها واحد 6 سوايع ديال الابحار. ملي وصلت 7 الصباح بقات لهم 24 كيلومتر باش يوصلوا للسواحل المكسيكيه. فهاد الوقيته هادي خسر ليهم الموتور ديال الباطو، بقاو مضاربين معاه حلف لا بغي ديماري والو. قال لهم والله لا ديماريت، سكت سكته وحده. وهنا البرد والرياح بدات كدير الخدمه ديالها، بدات كتدخلهم لداخل المحيط. والمشكله الكبيره انهم ما عندهمش حتى باش يجدفوا باش على الاقل يحافظوا على نفس المسافه ولا يزيدوا يقربوا شويه للسواحل المكسيكيه. ملي شافوا القضيه حامضه وغاده كتحماض عيطوا للرئيس ديالهم على جهاز الراديو، يلا غيهضروا معاه. الراديو طفى ديشارج، يعني الموتور اللي كان كيشارجي الراديو ما بقاش خدام، وبالتالي جهاز الراديو ديشارجا ومبقاش غادي يخدم. يعني هادو مسخت الوالدين من الدرجه الاولى، خسر ليهم الموتور ديال الباطو، ديشارجا ليهم جهاز الراديو اللي قدر يربطهم بالعالم الخارجي ويعيطوا للاغاثه. يعني القضيه صعيبه بزاف، والبرد والرياح غادا كتدخل فيهم لداخل المحيط، خصوصا انهم كيشوفوا في السواحل غادا وكتبعد حتى من الجبال، بقاو كيشوفوا فيها حتى غبرات، حتى ما بقى كيبان لهم والو، بقات كتبان لهم غير السماء والمواج والبحر في جميع الاتجاهات. وتخيلوا معايا الاحساس ديالهم في هذه اللحظه كيفاش غادي يكون. واحد الحاجه مهمه خصنا نعرفوها، ان المحيطات هي الجزء الاكبر والاعظم اللي كيطوق كوكب الارض، بحيث ان المياه كتحتل 71% من مساحه اليابسه. يعني لو توضرتي وسط المحيط صعيب باش يلقاوك. واخا كاين بزاف ديال الرادارات وكاين بزاف ديال الاقمار الصناعيه، ولكن كيصعب انهم يلقاوك، حتى يستعملوا الطائرات ديالهم وصعيب باش يلقاوك، خصوصا اذا كان الباطو صغير. وهذا الشيء اللي وقع،
استعملوا الطائرات، استعملوا الرادارات، استعملوا الأقمار الصناعية وما طاحوش عليهم، بقاو كيقلبوا عليهم يقلبوا عليهم ما لقاوش ليهم الآثار. في 5 أيام الأولى خوسي سلفادور وصاحبه فقدوا الأمال ديال بالصح أن يلقاهم شو واحد، خصوصا من دفعاتهم الرياح داخل المحيط ب 450 كيلومتر. مع مرور الوقت الفرصة ديالهم باش يبقاو على قيد الحياة غادوا كتقلال، خصوصا أن الماء تقاد ليهم والماكلة هي تقادت ليهم، يعني شخصهم يديبوا في هذه القضية هذه. برافو عليك، يصيدوا الحوت، وهذا الشيء اللي دار. ولو كيصيدوا الحوت ولا أي طائر من الطيور كيتحط فوق الباطو كيطيروا عليه كما كان نوعه، وخا يكون ما كيتكاش، ولو كيشدوه وكيدبحوه وكياكلوه. قالوا برافو عليك، هذا سؤال مهم، اشنو داروا في قضية الماء؟ برافو عليك، خليك معنا غادي نجاوبك. بداو كيجمعوا المياه ديال التساقطات المطريه في القراعي، وبداو كيشربوا في البول ديالهم وفي الدم ديال الفكارن اللي كيلقاوهم فوق الماء، الفكارن ديال البحر اللي كيعوموا فوق الماء، بداو كيصيدوهم وكيشربوا الدم ديالهم. ومني داز 7 اشهر ماشي فقدوا الامال وصافي، وانما دخلهم حتى الاحباط. الصديق ديال خوسي سلفادور اقترع عليه انهم ينتحروا، ما يبقاوش ياكلوا حتى يموتوا في الجوع، لحقاش النفسيه تاعهم هنا بدات كتضطرب. تخيلوا معايا في الشتاء وفي البرد والشمس عليك وسط البحر في الظلمه والبرد وكل شيء، وما عندك مع من تهضر، معاك واحد اللي كتهضر معاه النهار كامل لمده 7 اشهر وتقدر تسطى. انا كتقاد لي غير الكونيكسيو كنبدا نهتهت عاده وسط البحر صعيب. وهذا الشيء اللي وقع، الصديق ديال سلفادور انتحر على حسب الروايه اللي حكاها من بعد خوسي سلفادور. قال له مودي راه انتحر، من بعد اتهموا انه قتلوك للحم ديالو باش يبقى عايش. غادي نرجعوا للتفاصيل ديال هذه النقطه هذه في اخر الحلقه، غير خليكم معنا. بعد ما انتحر الصديق ديال خوسي سلفادور، بقى خوسي بوحدو في باطو صغير وسط البحر وسط الظلمات ديال البحر، والو كان واحد كيهضر معاه، دابا ما بقى يهضر مع حتى شي واحد، بوحدو غير هو والسماء والمواش. تخيلوا معايا هذه، وصعيب باش يلقاو كما قلنا الباطو ديالو صغير بحال الحتبره وسط نادر ديال التبن، وقلنا لك جبدها. ولسوء الحظ ديالهم ان المنطقه اللي دفعتهم فيها الرياح من النادر ومن المستحيل ان تدوش شي باخره تجاريه من تما. وعلى حسب القول ديال خوسي سلفادور، قال لهم انه خلال اكثر من عام يلاه شاف سفينه وحده تجاريه اللي دايزه من تما، وشيب ليهم باش يعتقوه، وشافوه وزادوا ما عقلوش عليه. ملي داز 11 شهر كان خوسي سلفادور دفعاتو الرياح ب 8000 كيلومتر، 8000 كيلومتر في عمق المحيط الهادي، اكبر محيط كاين في العالم. وهاد 8000 كيلومتر مجمع غير الفم. تخيلوا معايا اللي بغى غير يرجع لبلادو خاصه طياره، وطياره دير به اكثر من 800 تسويح. فهاد الوقيته هادي خوسي سلفادور زاد يأس اكثر، شعره كبر، لحيتو كبرات، حويجو تقطعوا عليه، الشمس عليه، الشتا عليه، الماكله مزيانه ماشي تلهيه، ما عندوش الماء المقليل، ومع ذلك بقى متشبت بالحياه. في 30 يناير 2014 خوسي سلفادور مريح في الباطو تاعو كما العاده، وضعاف وتبهدل كما قلنا. واحد الوقيته بداو كيبانوا ليه الكواري ديال الاناناس كيلعبوا فوق الماء، ما فهم والو. ملي بانوا ليه الكواري ديال الاناناس كيلعبوا في الماء، وبداو كيبانوا ليه الطيور بدات كترجع، الطيور كيطيروا حتى الباطو، السيد عرف انه قريب لليابسه. في مده نص نهار ديال الابحار بانت ليه اليابسه، بقوه الفرحه نقز من الباطو وكمل عومان حتى حط رجليه فوق الارض. المنطقه اللي خرج فيها هي واحد الجزيره صغيره سميتها جزيره ايبون، وهي من اكثر الاماكن النائيه على وجه الارض. يعني هذه الجزيره اللي خرج فيها حتى هي بعيده ومعزوله عن العالم، واقرب نقطه قريبه لهذه الجزيره هذه هي دوله الفلبين اللي كتبعد عليها 240 كيلومتر. يعني خونا كون بعداتو غير رياح شويه على هذه الجزيره كان عليه يضرب عاوتاني 240 كيلومتر باش يوصل لليابسه. وهاد الجزيرة إيبون كتبعد على المدينة ديالو كوستا أزول المكسيكية ب 11000 كيلومتر،
يعني خونا فياح دفعات وسط المحيط ب 11000 كيلومتر. بحال اللي قلتي مشى من مدينه ليشبونه البرتغاليه حتى لمدينه هيروشيما اليابانيه. ملي وصل لهاد الجزيره هذه مليون سؤال طنطل ليه فراسو، واش هاد الجزيره فيها السكان ولا ما فيهاش السكان، ولا فيها غير الحيوانات ولا ما فيهاش البشر نهائيا. يعني خونا خوسي سلفادور من يحط رجليه زادته خلعة أخرى، فرحة وخلعة ديال شنو كيتسناه في هاد البلاصة اللي وصل ليها. من ظهره من يوصل هاد الجزيرة هادي زاد غير واحد شوية ويتبان ليه واحد الدار، مشى دق عليهم. من دق عليهم خرجوا عنده عاود لهم القصة ديالو وما عيطوا للبوليس، وكانت هادي الصورة الأولى اللي تخدات ليه من يوصلوا عنده البوليس. شوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا. تخيلوا معايا راه من 17 نوفمبر 2012 حتى 30 يناير 2014 عاد السيد حط رجليه فوق الارض، راه المشيه تبدل ليه. خوسي سلفادور ملي جاو البوليس وداوه المستشفى وتلقى العلاجات الضروريه رجعوه لبلادو. ملي رجع لبلادو حلف بحلوفه ما يرجع يصيد ولا يحط رجلو في شي باطو، غير ولي فين يشوف البحر لحمو يبوش. خوسي سلفادور ملي رجع لبلادو كتب واحد الكتاب كيعاود فيه على هاد التجربه الخطيره اللي عاشها، والكتاب اللي تباع وحقق ايرادات عاليه ودخل ليه الزبابل ديال الفلوس. ناضت العائله ديال الصديق ديالو رفعوا عليه دعوه قضائيه كيتهموه انه هو اللي قتل الصديق ديالو وكل اللحم ديالو باش يبقى عايش. خوسي سلفادور قال لهم هادشي ما كاينش منه، وحتى هو ناض رفع دعوه قضائيه ضد هذيك السفينه التجاريه اللي دازت وشير لهم وشافوه وما بغاوش يعتقوه. قال لهم بغيتوش تعتقوني وطالب بالملايين ديال الدولارات كتعويض. وقبل ما نختموا هذه الحلقه هذه نبغيو نحيوا جميع الصياده والعائلات ديال الصياده اللي صراحه كيغامروا بحياتهم بشكل يومي وسط المحيطات وسط البحار باش يجيبوا واحد لقمه عيش حلال يدخلوها لوليداتهم. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. ما تنسوش انكم تقاسموا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا وخليو لنا واحد كومونتير لحقاش رايكم كيهمنا بزاف بزاف. نتلاقاو الجمعه الجايه. السلام عليكم.